برحب بحضراتكم مرة تانية مشاهدينا. واقتصادياً معنا أول مداخلة وخبر خاص بمصر تعلن ملامح برنامج الإصلاح مع صندوق النقد رسمياً، حيث أعلن البنك المركزي ووزارة المالية بعد انتهاء زيارة الوفد المصري للعاصمة الأمريكية واشنطن عن نجاح الزيارة والاجتماعات الفنية التي تمت بين الجانب المصري ومديري وخبراء صندوق النقد الدولي. ولتفاصيل أكتر عن هذه الزيارة احنا معانا عبر الهاتف دكتور وليد جابالله، الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع. صباح الخير يا دكتور. اهلا وسهلا، صباح الخير على حضرتك وعلى كل الساده المشاهدين. اهلا بحضرتك معانا. نعرف من حضرتك يا دكتور طبعا في البدايه اهميه المفاوضات بشكل عام مع صندوق النقد الدولي. خلينا في البدايه نقول ان مصر عضو من اعضاء صندوق النقد الدولي، لها حصه في الصندوق تبلغ نحو 2.8 مليار دولار، لها حقوق انها تستفيد من التمويلات منخفضة التكلفة وأن تستفيد من الاستشارات الفنية التي يقدمها الصندوق. مصر لها تاريخ طويل من التعاون مع الصندوق، برنامج الإصلاح الاقتصادي الأخير نوفمبر 2016 نوفمبر 2019 كان برنامج ناجح جدا بالتعاون مع الصندوق، والصندوق بيعتبر أن هذا البرنامج يعني نموذج يقتدى به دوليا، بالتالي فإن التعاون مع الصندوق هو تعاون تاريخي. اليوم نحن هناك استمرار في التعاون مع الصندوق، هناك تحديات تواجه الاقتصاد العالمي، هناك تحديات يواجهها الاقتصاد المصري تأثرا بالظروف العالمية. هذا الأمر الذي دفع مصر إلى فكرة التعاون مجددا مع الصندوق. مصر لديها فجوة تمويلية بيهمها أن يتغطيها، لديها يعني توجه مهم في عملية الإصلاح، أن يكون الإصلاح من خلال تعاقد مع الصندوق واتفاق مع الصندوق. هذا الأمر يعطي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري زخما ومصداقية، وبيؤثر بالصورة إيجابية على كافة المؤشرات والتصنيفات الدولية. هناك مفاوضات بدأت مع الصندوق منذ أسابيع. الزيارة الأخيرة للوفد المصري لم تكن فقط بشأن التفاوض بشأن برنامج إصلاح اقتصادي منتظر مع الصندوق جديد، ولكنها كانت بصدد المشاركة في اجتماعات الصندوق والبنك الدوليين. هذه الاجتماعات التي كان على هامشها حوار جديد ومتجدد بشأن التفاوض والنقاش حول برنامج إصلاح مصري جديد يكون مدعوم من الصندوق، بالتالي المؤشرات التي صدرت عن هذه الاجتماعات هي مؤشرات جيدة بتقول لنا ان الامور اقتربت الى الاتفاق، واقترب الامر الى ان يكون هناك اتفاق نهائي ما بين مصر والصندوق خلال ايام وربما اسابيع قادمة. طيب يعني كان سؤالي اللي جاي لحضرتك طبعا المحاور او اهم المحاور اللي تم الاعلان عنها بشان برنامج الاصلاح الاقتصادي القادم. الواقع اللي تم الإعلان عنه ليس جديداً، فالمحاور معروفة. المحاور هي هو هناك محور متعلق بالسياسات النقدية، ومحور متعلق بالسياسات الخاصة بالبنك المركزي، ومحور آخر متعلق بالسياسات المالية الخاصة بوزارة المالية، ومحور أساسي وهو محور إصلاح الهيكلي. ولكن ما تم الإعلان عنه في الثلاثة محاور بيقول أن لن يكون هناك إجراءات قاسية في البرنامج. يعني البرنامج لما عندما نتحدث عن أن الإجراءات المطلوبة في محور السياسات النقدية هي إجراءات تدفع نحو احتواء التضخم والاستقرار السياسات النقدية، أيضا في مجال السياسات المالية تم الإعلان أنه لا توجد ضرائب جديدة، وأن المستهدف النزول بسقف الدين بصورة تدريجية والحفاظ على فائض أولي. في مجال المحور الثالث وهو الخاص بالإصلاحات الهيكلية، كيف أن البرنامج سيدفع نحو تمكين القطاع الخاص وزيادة حجم مشاركته في النشاط الاقتصادي. بالتالي فإن هذه المحاور ليست مفاجأة، كما أنها محل اتفاق ما بين مصر والصندوق وما بيننا احنا، يعني ما عندناش أي مشكلة، احنا كشعب ما عندناش مشكلة في هذه المحاور. بتتبقى التفاصيل والتوقيتات وهي ما يتم الاتفاق عليه خلال هذه الفترة. بالتالي أتصور أن الخطوط العامة متفق عليها بالفعل، وأن هذه المحاور لا تلقى أي معارضة من أي فريق. يتبقى التفاصيل، وأتصور أن التفاصيل أيضا يعني طالما تم الإعلان عن قرب الاتفاق، بالتالي فإنني أتصور أن التفاصيل
ستكون مرنه وقابله للتطبيق. هل ده هيرتبط بقرض الصندوق يا دكتور وليد؟ هو طبعا التوقيع مع الصندوق والقيام ببرنامج اصلاح اقتصادي بالتعاون مع الصندوق بيعطي ميزتين. ميزه تمويليه متعلقه بان الصندوق يدعم هذا البرنامج بتمويل منخفض التكلفه، اقل من كل تمويلات مصر ممكن تحصل عليها من اي مكان ثاني. وميزه ثانيه متعلقه بان ان يكون هناك شهاده صلاحيه جديده وشهاده ثقه جديده بيحتاجها الاقتصاد المصري في ظل حالة الغيوم التي تضرب الاقتصاد العالمي. بالتالي سنستفيد مرتين، مرة من تمويل منخفض التكلفة ومرة من أن الاتفاق يمثل شهادة ثقة جديدة في الاقتصاد. أنا بشكر حضرتك جدا طبعا، شكرا جزيلا دكتور وليد جبلة الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، بشكر حضرتك شكرا جزيلا طبعا على هذه المعلومات الاقتصادية الهامة.